حلقة النهاردة نكلمكم فيها عن آخر أخبار الثانوية العامة 2021. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. لو اول مره تابعنا على قناه اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. حلقه النهارده هنكلمكم فيها عن اخر اخبار الثانويه العامه 2021، وهل اعرض لكم بعض قرارات وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي. تعالوا بينا نعرض التفاصيل. دكتور انت اضطريت تعملوا الفيديو ده ليه يا فندم؟ بتاع لا والله احنا يعني اولا فخورين جدا بالنظام الجديد للتصحيح وعاوزين الناس تشوفوا معنا وعندنا شفافيه مطلقه، وعشان كمان زي ما حضرتك شايف في كثير يعني مئات من الاقاويل والاجتهادات، ويمكن الناس بتالف حاجات لا اساس لها على الاطلاق بتخوف اولياء الامور، فكان لازم ناخد الكاميرا ونروح نصور الناس القائمين على الشغل ده عشان كمان نعرف قد ايه في جهد معمول يعني. فده يمكن لو حضرتك عرضت الفيديو يوضح كثير من التفاصيل للناس يعني. احنا هنعرض ده في القناه يا فندم، هنعرضه كاملا ان شاء الله يعني النهارده للناس، وهنعيده كمان لان ده بيرد على اشياء كثيره جدا. دكتور طارق انت يعني كيف تتحمل كل الكلام اللي هو الحقيقه غير حقيقي يعني؟ يعني ربنا مديك نسيج نفسي قوي جدا يا دكتور طارق. والله الموضوع مش سهل يا سيد، هو صعب بالنسبه لنا انا وزملائي لانه حجم الجهد المعمول رهيب يعني ما نستحقش عليه هذا النوع من الهجوم ابدا، ولكن والناس كمان بتنسى ان احنا كان عندنا حل اسهل اللي هو ما نعملش حاجه من دي خالص ونخلي النظام القديم لمن يطالب يعني النظام القديم دي اسهل حاجه بالنسبه لنا بالمناسبه يعني. والتصحيح بتاع زمان والأسئلة بتاع زمان محدش هيعمل كل ده إلا لو كان عنده هدف ورسالة اتكلم عليها السيد الرئيس امبارح، اللي هي بناء الإنسان المصري القادر حقيقة على مواجهة المستقبل، وده اللي بنحاول نتعب عشانه يعني. ففي رسالة في الموضوع، المسألة مش مجموع وتنسيق ونمر وتظلمات، المسألة أكبر من كده اللي هي تحضير جيل لمستقبل جاي. مش كل الناس مهتمة يمكن بنفس الهدف أو مدركة أبعاده، ولكن بنحاول نشرح للناس ليه كل ده بيتعمل وليه ده في مصلحة الولاد، واللي هو زعلان إنه متهيأله إنه ابنه أو بنته جابوا 70 وهو كان متعود إنهم يجيبوا 90، على فكرة الولاد اتعلموا أحسن من لما كانوا بيجيبوا 90، وال70 دي بذراعهم وتعبر عن مستوى حقيقي وأقيم 100 مرة من 90 كاذبة. بس دكتور طارق انتوا طبعا انتوا جيل الرواد اللي عاملين التحديث، انت حضرتك تعلم ان الحل الوحيد قدام مصر هو التعليم ثم التعليم زي التعليم ماليزيا وفنلندا وامريكا وفرنسا، حتى محمد علي لما جاي من مصر الحديثه يا فندم كان الباسورد او كلمه السر هو التعليم، وانتوا يعني ومقدر تماما ان اي تجربه جديده انت حضرتك بتحطم حاجات باليه بقى لها سنين، فطبيعي ان ده يحصل يعني طبيعي جدا جدا، ولو ما حصلش ده كان يبقى في حاجه غريبه متهيألي. لا هو طبيعي، والسيد الرئيس اتكلم في ده من سنة 14 بالظبط، واللي عمله محمد علي احنا حاولنا نعمل مش بقى زيه لا أكتر، لما بنينا بنك المعرفة ده كان الهدف بدل ما نبعت 50 أو 100 واحد بس ينالوا من المعرفة من بره، احنا جبنا المعرفة اللي بره وأتحناها للجميع، والدولة متكفلة بهذا من سنة 15 لحد النهارده. أيوه. اللي اتشرف على المصادر الرقمية وعلى محتوى جميل جدا الولاد يحضروا منه، وده اللي شالنا أيام كورونا، ده برضه يدي حضرتك فكرة قد إيه الدولة مهتمة بالموضوع ده. يمكن الفجوة إنه على مدار السنين اللي فاتت الناس بقت مهتمه بحاجه ثانيه، مهتمه بدخول الجامعه وبالمجموع وبالواجهه الاجتماعيه على حساب تعلم الولاد. احنا بنقول يا جماعه ممكن نعمل الاثنين، ممكن الولاد تتعلم كويس وتخش الجامعه، وعلى فكره نفس الكراسي اللي هتتملي في الجامعه السنه دي هي اللي اتملت السنه الثانيه. هي يعني قصدي انت دخلت الطب ب 95 ولا دخلت ب 85، المهم النتيجه. ففي نقلة عند مفهوم الناس للمجموع والكويس والوحش، الرقم لا يعبر عن شيء.
طيب يعني ده نظام تقييم مختلف مش معمول لشيء غير ان احنا نفرز المهارات من بعض. وزي ما واحد زعلان انه مثلا انا ابني جاب 65 بس هو كان طول عمره شاطر، عاوز اقول على فكره دي في نفس دفعه الولد اللي جاب 65 ناس كتيره جدا جايبه 95 و90 و85، فهي منافسه عادله بينهم على نوع تقييم جديد لازم نتالف معاه ونحضر نفسنا ليه. مشكله كبيره يا استاذ سيد، الناس ما سمعتش اللي احنا بنقوله لمده 3 سنين وضلوا يحضروا بالطريقه القديمه. ايوه كانوا بيروحوا الدروس اللي هي فيها تلقين اكثر من اي حاجه، ده ما حضرهمش لما هو قادم. فالمشكله مش ان التصحيح هو اللي بنشكك فيه، يعني احنا بنلقي اللوم على اي شيء غير نفسنا. معاك حق سياده الوزير، معلش انا عايز عشان نوري ان التصحيح كان عمل كبير جدا ومتقن جدا. وعلى فكره عشان كده احنا فتحنا التظلمات، العدد اللي حضرتك بتقول عليه ده سببه ان احنا عاملينه مجاني. التظلم طول عمره كان ب 100 جنيه الماده. احنا مدين الفرصه لاي حد، فطبعا كل الناس قالت طب ما نجرب يمكن اكسب حاجه. فهو يعني حتى احنا بنوري الناس على فكره احنا مش بس واثقين في التصحيح، لا احنا واثقين فيه لدرجه ان انا بقول له تعالى اطلب اي حاجه ومش هدفعك عشان اثبت لك ان دي نمرتك. على فكره امبارح يا فندم احنا وصلنا في شغلنا هنا في القناه على ان من الامر المؤكد ان كل التظلمات دي هتطلع في الاخر ولا حاجه، لان الناس متصوره هم واولادهم شيء والواقع حاجه تانية لان النظام مختلف. سؤالي سياده الوزير، عندي سؤالين بسرعه والله، انا عارف ان حضرتك مستعجل. امتى نغير فلسفه وسياسه كليات القمه؟ وهل بالضروره الحياه تبدا عند الثانويه العامه، ولا الثانويه العامه دي مجرد شهاده وان كتير جدا من المشاهير لم يدخلوا كليات القمه او لم يحصلوا على مجاموح كتيره جدا؟ بص لازم بس كل ولي امر يحاول يدفع ولاده لانهم يدرسوا الحاجه اللي بيحبوها اللي هم متمكنين منها اللي عندهم مهاره فيها. ايوه وليس النجاح في اي مهنه تعليم عام او تعليم فني واتقانها اقيم من اي شيء تاني. انما ادخل كليه ما يسمى كليه قمه لفظ مصري مش عالمي يعني وباسمي مهندس وانا مهندس مش كويس، ده ما يفيدش لا صاحب الشهاده ولا الدوله. معاك حق. بينما يمكن اللي احنا غصبنا عليه يبقى مهندس ده عشان باباه ومامته يفرحوا بيه ويتباهوا بيه، هو نفسه كان مثلا هيبقى احسن كتير لو طلع مخرج او طلع اديب. فاحنا بنحرم الولاد من انهم يمشوا ورا اهتمامات. يعني اذا علينا تغيير فلسفه وسياسه كليات القمه، اي كليه قمه هي اللي الانسان بيحقق نفسه فيها وبيلاقي نفسه فيها بيعطي فيها. بالظبط، الحاجه اللي انا متفوق فيها هي دي كليه القمه بتاعتي. اخيرا يا فندم، حضرتك جبت كام ثانويه عامه يا سياده الوزير؟ ايه هو يا فندم انا اسف ما سمعتش السؤال. حضرتك جبت كام في ثانويه عامه يا سياده الوزير؟ والله انا مش فاكر قوي، بس انا فاكر انها حاجه زي يا 84 يا 86%، وده كان في مدينه حلب في سوريا اللي احنا كنا فيها. انا واخد الاعداديه والثانويه من سوريا. سوريا الرياضيات والعربي فيها كمان تقيل جدا جدا. انا جايب يمكن بين يا اما 84 يا 86 وكنت الثاني على سوريا دلوقتي. وبكده تكون انتهت حلقتنا، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.